رجعنا لكم مرة تانية ونبض القاهرة. الحقيقة في النهاردة خبر أو تصريح للشيخ محمد بن سحيم رئيس وفد المستثمرين القطريين بعد لقاءه الرئيس عدلي منصور. قال إيه الشيخ محمد بن سحيم؟ قال إن مصر دولة كبيرة ونحن منفتحون على الاستثمار فيها ونسعى لوضع شركة حديد المصريين في مكانة دولية بمجال حديد التسليح ومش عارف إيه. طبعا الكلام كلام كويس إن هم جم وشاركوا في المؤتمر، ولكن إلى أي درجة هم فعلا معنيين بإن يكون ليهم وجود إيجابي في مصر أو يكونوا عايزين يشتغلوا وعايزين يعملوا فعلا وعايزين يساعدوا البلد وعايزين يشاركوا في وضع عدد من الاستثمارات القطرية في مصر بدون التمويل اللي بيحصل بشكل كبير جدا والإرهاب والإجرام اللي بيمارس من قبل دعمهم لجامعات أو تنظيم المحظورة في مصر، وكل الناس شايفة. ويمكن على مدار الأيام اللي فاتت كانت فيها عدة وقفات أمام منزل السفير القطري وكمان أمام السفارة القطرية للمطالبة بطرد السفير القطري من مصر على غرار طرد السفير التركي في الفترة اللي فاتت. طبعا الكلام زي ما بنقول احنا مش عايزين كلام، احنا عايزين فعل، وعايزين الكلام الحلو ده أو الكلام المغلف دوت يتحول فعلا لأفعال وتصرفات تكون الناس تشعر بيها وتحس بيها. ليه أنا بقول لكم الكلام ده؟ الحقيقة أنا النهاردة يعني قريت كلمة كانت مهمة جدا للأستاذ أحمد بهجت عن قطر، ودايما أستاذنا الكبير وشيخ الصحافة أستاذ الكبير أحمد رجب في نص كلمة بتاعته دي بيجيب من الآخر أو بيقول كل اللي كل الناس عايزين يقولوه في نص كلمة. خلوني أقرأ لكم أستاذ أحمد قال إيه النهاردة على قطر. قال: نحن شعب تمرس بالأزمات على مر السنين، فتعلمنا إن الضربة التي لا تقتلنا تقوينا، ولقد عشنا أسود أيام حياتنا سنة 67. وقال العالم مصر انتهت، وفجأة وسبنا وسبة أسد غاضب على جيش إسرائيل، فحولناه إلى أسرى مقرفصين على الأرض. وهناك لحظات تاريخية نشم فيها نحن المصريين رائحة الخطر فنصبح رجلا واحدا. والآن نحن في حيرة، فالدولة الترانزستور قطر تلقي بالمال بغير حساب لقتل المصريين وتخريب بلادهم بأيدي المأجورين. وعيب جدا أن تحارب مصر الدولة العملاقة دولة ترانزستور ناقصة النمو، يحكم مأمور شبرا ضعف تعدادها 1000 مرة. ماذا نفعل في هذا الترانزستور وسكانها من أطيب وأحسن العرب، ويتركون جميعا قطر كل صيف للتصيف في فندق أوروبي واحد. الحقيقة دي نص كلمة اللي كتبها أستاذنا الكبير الأستاذ أحمد رجب، وأعتقد يعني ما فيش أي تعليق بعد كده على كلام أستاذنا وشيخنا الكبير أستاذ أحمد رجب في نص كلمة، وقال لكل واحد وده لكل واحد حقه فعلا دولة ترانزستور. خلينا نروح لتقرير كان في عزة الشاعر الكبير والرمز المصري الكبير شاعرنا عمنا أحمد فؤاد نجم. كان في عزا لي في عمر مكرم يوم الخميس الحقيقة، وكانت كاميرا القاهرة والناس كانت هناك بترصد. يمكن هو ما ماتش يعني ما مش موجود معانا النهارده بجسده، ولكن هو هيظل في قلوب وفي عقول المصريين وكل الأمة العربية لكل أعماله الخالدة. خلونا نشوف تقرير عن عمنا الكبير الفقيد أحمد فؤاد نجم ونرجع مكملين معاكم نبض القاهرة.